طلع الكابتن جمال عبد الحميد ودبرته واحد من رؤوس الحرب الافزاز لا تبخسوا الناس اشياءها. جمال عبد الحميد كراس حربه كهيدرز حدث ولا حرج، لكن الكلام على الحقيقه وعلى التاريخ وعلى المعلومه. لما يقول الكابتن جمال عبد الحميد انا ما خسرتش من الاهلي طول ما انا بلعب الا مره واحده. مره واحده. الاهلي ده كان بيخسر مني رايح جاي. كده. طب يا كابتن جمال، انت خسرت من الاهلي مش مره واحده، انت خسرت من الاهلي بدل من المره 10. ايه رايك بقى؟ بدل من المره 10. والرد مش مننا، اعتقد وقتها رد عليك الزميل خالد طلعت. كابتن جمال قال لك انا قعدت 10 سنين الاهلي ما كسبنيش غير مره واحده، رد عليا يا استاذ خالد. بص، هو من سنة كابتن جمال لعب في الزمالك من 84 ل 94. اسمع بقى. تمام، هم دول ال10 سنين صح يا كابتن جمال؟ صح يا كابتن جمال؟ ايوه حبيبي. من 84 ل 94. ايوه. بنتكلم في ال10 سنين دول، نبدأ الأول بالبطولات، بطولة الدوري الممتاز، الأهلي أخد 6 بطولات دوري، الزمالك 3، الإسماعيلي 1، وفي بطولة أورجواي. لا 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 لا، يبقى رضا عبد العال كده عنده حق بقى خالود. كاس مصر بعد كده اللي معايا 6 في ال10 سنين دول، الاهلي اخذ كاس مصر 6 مرات، الزمالك مره، المقاولين العرب مره، الترسانه مره، وفي مره اتلغت. يا عم خالد ارحمني، الزمالك خد مره ازاي اذا كان خدها سنه 97 مع كابتن عصام وخدنا كاس مصر سنه 93؟ مايل ده الموسوعه ده يا جمال، ده الموسوعه ده بتاعتنا. ايه يا خالد في ايه؟ انت ايه، ما مش مع الزمالك ولا ايه ده؟ واضح انت اهلاوي. كاس مصر سنه 97 خدنا كاس مصر مرتين. هو يقدر يتكلم على التاريخ؟ ده بطولات، ده بطولات يا كابتن. يا خالد، معاك يا خالد، معاك والله. اسمعني كابتن عصام، خد سبع، احنا خدنا 4 بطولات سنه 87، خدنا دوري وكاس مصر مظبوط وكاس الاستقلال وكاس السوبر الافريقي 87 88 وسنه 89 اما طارق يحيى ونبيل محمود والشاذ اللي جابوا جولين خدنا الكاس يا ابني. 87 88 الزمالك، 88 89 الاهلي، 89 90 المقاولين العرب، 90 91 اهلي، 3 سنين ورا بعض لغايه 93. الزمالك في الفتره دي ما خدهاش غير مره واحده بس 87 88. بص يا خالد، يا خالد انا فاكر، انا فاكر كابتن طارق يحيى لما في الاتحاد. أيوة، كان سنه كام؟ 89 و87 كان لا نبيل محمود كان نبيل والشاذلي محمود والشاذلي ما كانش كاس، كان دوري. ماتشات القمة 28 ماتش في ال10 سنين دول بتوع كابتن مايا جمال. ايوه. الاهلي كسب 10 مرات، الزمالك كسب 8 مرات، تعادل 8. انا بقى ما لعبتش في ال14. يعني ايه؟ كيف خالد طلعت ده زملكاوي الراجل. اه زملكاوي، ما هو بيقول له انت مش زملكاوي ولا ايه؟ طيب كابتن فاروق، شفنا الاهلي خد بطولات في فتره الكابتن فاروق او الكابتن الخطيب، خد بطولات مع الاهلي في عصر الكابتن فاروق 3 اضعافه 20 ل7. طب الكابتن جمال عبد الحميد النص بالنص اللي بيقول لك الاهلي ما كسبش الا مره، الاهلي كسب 10 مرات بس في عصر الكابتن جمال عبد الحميد وهو في الزمالك الاهلي خد 16 بطوله، كان فيهم 6 دوري 6 كاس و4 افريقيا. الزمالك خد 8 بطولات في عصر الكابتن جمال عبد الحميد، 8 ل16، النص بالنص، والجينات بتكسب. بعد الفاصل.